الله. صباح الخير عليك يا عبد الصمد، صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. سؤال حلقتنا النهارده، انت من اصحاب الخطط في اجازه الصيف واستثمار وقتك ولا لا؟ بتعمل ايه في الاجازه؟ بتعمل ايه يا عبد الصمد في الاجازه؟ اه يعني اما نشوف الاجازه الاول بس. لا لا بس يعني هتكلم على السؤال، مهم بصراحه. لان انا في وقت من الاوقات، وهي الفتره اللي هي ما قبل الثانويه العامه، انا بالنسبه لي ما كانش في حاجه اسمها خطط واهداف، عارفه اللي هو يعني كنت بحس ان انا شخص مش عاوز اقول سطحي قوي، ويمكن السبب في ده اللي انت ما كنتيش متحمله المسؤوليه. يعني اصل هو التخطيط اللي هو يعني هو تحقيق نوع من انواع التوازن ما بين الاهداف وما بين الموارد بتاعتك. فانت ما عندكيش موارد اصلا، انت ما بتشتغليش. فانا بالنسبه لي اللي انا بطلبه كان مجاب من والدي، يعني ربنا يديله الصحه وطولة العمر. فانا بالنسبه لي ما كانش في تخطيط، لحد ما ادركت فكره اللي انا اخطط للاجازه، اخطط لاهداف لما اشتغلت. ابتدى بقى عندي، عارفه اللي هو تكوين صوره، تحسبيها نضج بقى، تحسبيها يعني زياده عقل، ما بقى عندي في تخطيط اهداف. كل ده في الخمس ايام؟ في الخمس ايام. ايه الاجازه؟ الاجازه؟ اه طبعا. يا رب يسمع من بقك ربنا والله. لا مش بس اجازه، انا هنا بتكلم على فكره التخطيط كله، لان انا بقيت اعمل لنفسي انا خلال شهرين مثلا انا طالع اجازه في المكان الفلاني. فبتبتدي ان انت تدبري الامور الماليه الخاصه بالشهرين، ما هطلع اتبسط بقى ولا انا هطلع اقعد في المكان اللي انا طالعه، فلازم اوفر لها فلوس. فاصبح عندي في تخطيط، مش فكره بس تخطيط اجازه اللي انا اتفسح، لا انا ممكن في الاجازه دي استثمر وقتي في اللي انا اعمل حاجه مفيده. الخمس ايام. اه طيب ماشي. الموضوع انت بقى بتعملي ايه في الست ايام الاجازه بتوعك؟ ايوه والله بص، انا اجازتي ما بقتش بتاعتي لوحدي، بقت بتاعتي انا واولادي. فكل الحاجات اللي ببقى مأخراها مش عارفه اعملها لهم في الايام العاديه بتاعت الشغل بنعملها مع بعض. بتبقى الخطط مش من عندي، بتبقى الخطط من عند الشباب، من عند الولاد. عندي هم اللي بيبقوا مقررين خططهم هتبقى عامله ازاي، هم عايزين يعملوا ايه، عايزين يروحوا فين، عايزين يتصرفوا ازاي. فهي بتبقى الاجازه شغل بشكل تاني. الفترة اللي انا كنت بتكلم عليها اللي هي ما قبل الثانويه العامه، انت بقى هنا دلوقتي انت اللي يعني دخلت فيها تاني. رجعت فيها تاني غصب عنك المره دي. يعني ربنا يبارك لك فيهم وتحقق لهم كل طموحاتهم واحلامهم وتخطط لهم الاجازه بتاعتهم بشكل يعني، ويجي وقت اعرف انبسط فيه في اجازتي لوحدي. يا رب يكبروا بقى. يا رب. ويبقى عندي انا خطط للاجازه. طيب على كل حال، ده سؤالنا ليكم مشاهدينا الكرام، بتعملوا ايه وهل انتم من اصحاب الخطط في اجازه الصيف واستثمار وقتكم في الاجازه؟ بتقرروا تعملوا فيه ايه؟ هو ده سؤالنا اللي اكيد هنتابع يعني اجاباتكم على مدار الحلقه النهارده. وصباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.